أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نواصل التواصل معكم وفتح الخطوط مرة أخرى لمن يتابعنا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق اليوتيوب، وقريبا إن شاء الله ستعود مرة أخرى القناة للبث عبر القمر الاصطناعي، وبالتالي تشاهدونها كما كنتم من قبل في التلفزة. معي الأخ رابح من ألمانيا. زول فلاك العسل ما انت يا جماعه عزيز وتفقاك وتزول زول رابح ملان وعرب ندملان. شوف يا اخي، يعني باش يشوفوا على النظام هذايا، النظام هذايا يعني من 62 هو مستعبر الجزائر لالجيري اونتيير، من لا فونتيير حتى لا فونتيير. كيفاش يا اخي؟ يعني انت تكون عندك ضمير، يعني ما كاش الماده اللي تقول في اي بلاد، في اي بلاد في العالم باش واحد الدوله يعني ولا هاد النخبه هذه المافياويه يعني باش تغلق الانجليز في تيزي وزو، يعني ما كاش الماده اللي تقول يعني ممنوع باش دير الانجليز. شوف في تونس كاين الانجليز، في المغرب كاين الانجليز، كاين لي كاثوليك، كاين ايفانجيليش، كاين كوثودوكس، كاين كاع الديانات، ولازم الديانات تحترم مع بعضهم بعض. يعني هاد لا ديكتاتور هادي اللي هاي تمشي فيها الجزائر ضد الشعوب، ضد الامازيغ، ضد العرب، ضد الاسلام. انا ما فهمتش هاد النخبه هذه اللي حاكمه البلاد واش من الطريق جابتها. انا للان مازال ما فهمتش. انا كبرت في الجزائر وتربيت في الجزائر ونعرف مليح السياسه تاع الجزائر، للان مازال ما فهمتش الموضوع هذايا. هم دايرين زعما ديمقراطيه بدون شرع، بدون قانون. الجيش يتحكم مع جنرال، الجوري اينا با كابابل باش يمد الراي ديالو. الوغ دونك لا ديكتاتور الجيري دوبوي 62. انا ما فهمتش وعلاش هاد جنرال قايد إليغال ما عندوش قانون باش يحكم الجزائر، ما عنده حتى أهمية في الجزائر، ما يعرف السياسة. أنا ما نعرفش كيفاش هذه الجزائر هذه وين هاي رايحة. يعني هما زعما حبي ديفي وكاع لالجيري يقول لهم بلي رانا نحينا القوانين يعني نتاع لي كونترا نتاع الشركات وهي ما كاش منها، يقدروا يكذبوا على الشعب من بكري وراين دايرين البلون بلي تبول يولي بريزيدون بالفلوس يولي بريمي مينيست ويديروا الانتخابات مزوره ويديروا 60% اللي داتها لفلان وبعد الدوزيام اللي راندي وبقاو على خير ويعطيكم الصحه. شكرا يا رابح، شكرا لك. نبيل من بجايه. نبيل السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تفضل يا نبيل اسمعك، تفضل. مرحبا. تستمع لي؟ نعم نعم. مرحبا بكم. حبيت نقول لك برك حاجه. انا مادة بيا لو كان ما يشبهوش بلادنا نولي ولتونس ولا ما على بالناش اذا كان تونس مثل كبير او لا، او نقول اسمع احيانا بعض الشخص ليس الجميع يقول نريد ان يكون لنا رئيس مثل اردوغان وما شابه. لا نريد التشبيه، لان لو نعرف التاريخ جيدا هذو من الرؤساء مثل اردوغان يقتل الناس في الكرد بدون اي نبيل. يا نبيل خل نبيل نبيل هذا هذا الموضوع خلينا في الجزائر، خلينا في الجزائر من غير ما نبدو نخلطه في مواضيع اخرى. احنا اصلا مناش فاهمين ماذا يحصل، يعني الكلام هذا بين قوسين لانه هذا اردوغان وكذا كلام خارج اطارنا، وخلينا في الجزائر وخلاص. تفضل تفضل يا كريم. حبيت نقول لكم برك حاجة. نعم. ما نفوتيوش حنا في بجاية والجزائر كامل ما نفوتيش. حنا نفوتي كي يكون الترشح لجميع الأحرار، يكون كل واحد عنده الحرية باش يترشح يترشح. شكون اللي عنده ملف يقبل به من طرف الدولة يترشح. حنا في الجزائر اضطهدت الحقوق، لا يستطيع الناس أن تتكلم، لا يستطيع الناس أن تترشح. وهذا برك اللي بغيت نقوله. شكرا جزيلا نبيل. وعليكم السلام. رابح من امريكا. السلام عليكم اخي سمير. وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اخي، هذه العصابه هذه ما قتلت يعني مع السلميه، وهذا الحراك ان شاء الله الثوره الشعبيه هذه تريح ان شاء الله باذن الله. سلميه سلميه، راهم احتل حتى يا اخي، احنا القناه هنايا راهي تمشي لاباس بها، ما كاش مشكل في القناه تاع المغاربيه راح تمشي. انا اللي نتحمل مسؤوليه باللي باذن الله، ما نعلمش الغيب على كل حال، ربي عالم سبحانه، باللي هذا النظام العصابي هذا هو ما اللي راهم يديروا التشويش، وراهم يخسروا اموال كبيره يا اخي. الاخر كما يقولوا الايادي الخارجيه، يقولوا احنا نسمعوا الاخر الايادي الخارجيه معلو على المغاربيه ومعلو على الاخر واحد اخرين، احنا نسمعوا الايادي الخارجيه باش نسقموا بلادنا، باش نحبوا السلم لبلادنا. هما انا في بالي، انا يا اخي انا واش راني خمم، العلم عند ربي سبحانه. هذاك المرض اللي قالوا تاع الاخر قايد صالح، هذاك انا لي انا ما كاش منه كاع، هذا كان يستشير في الايادي الاخر الخارجيه باش يدمر البلاد، لتدمير البلاد. احنا نستعانوا، هم يقولوا نستعانوا احنا بالايادي الخارجيه باش نسلموا البلاد، باش نسقموا بلادنا احنا بس نسقموا البلاد تاعنا. هما يستعنوا بالايادي، يستشيروا هذا القائد صلاح، يستشير بالايادي الخارجيه، حب يدمر البلاد. هذه البلاد لازم، وان شاء الله باذن الله ولا يا رابح يعني الحراك والجزائريين ما يستعينوا باي ايادي خارجيه باش تسقموا البلاد، ما فيش اي استعانه هذا. مانيش انا، لا هما على حساب القول تاعهم. كل ما يهضروا يقول لك ايادي خارجيه، ايادي خارجيه، ايادي خارجيه. مين راهي الايادي الخارجيه؟ واحد كيستعد انت هما راهم يستعانوا بالايادي الخارجيه، وراهم حبوا يدمروا البلاد. احنا كيفاش نستعانوا بالايادي الخارجيه؟ من الشعب، منين عنده؟ ما واش عنده باش يستعان بالايادي الخارجيه؟ يرحم والديك، فهمني بمن؟ واش عنده؟ هما اللي ما يخلصوا، يخرجوا بالاموال الاخر، اللي يخلصوا في الناس على برا، يخرجوا في الناس على الاخر باش يديروا هذا الانقطاع هذا تاع المغاربيه. احنا مصبح وانا نشوف المغاربيه لاباس بها، ما كاش انقطاع كاع، لاباس بها، انا نشوف فيها لاباس بها. وبالذات كيفاش انا تمشي كاع في الاخر وفي الجزائر ما تمشيش. رابح، تشوف فيها في التلفزه ولا في الانترنت؟ شوف لها في الانترنت وفي التلفزه. كيف في الانترنت؟ في الانترنت موجوده يعني، انت وكثير يشوفوا، لكن في الساتلايت مش موجوده بس الان. بس انا ندير الاخر، ندير على حسب. بصح لو كان الانترنت موجوده عاديه رابح، في الانترنت موجوده، حتى في الجزائر، حتى في الجزائر يتابعوا فينا عن طريق الفيسبوك واليوتيوب، يتابعوا فينا يعني، اما عن طريق الساتلايت هي في الاشكال التقني، ان شاء الله قريب يتحل ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. بس هادو ستيل يعني ستيل، كيفاش يرحم بابا؟ كيفاش هادو حبوا يديروا كيما هذا القانون تاع الاخر تاع واش حبوا يديروا هذا تاع القانون هذا جديد اللي حبوا يديروا؟ هذا دمار كبير للبلاد يا اخي، دمار كبير. هادو يخربوا البلاد، هادو حبوا يخربوها باش كي يروحوا ما كاش واحد ما يقدر يصلح فيها والو. حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا يا رابح. عمار من فرنسا الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عيط جوست بو انترفينير على لا ريفوليسيون هذه. على لا ريفوليسيون ان شاء الله تكون فريمون اون كروند ريفوليسيون باش ما يفوتوش لي زيليكسيون. فاصون حاشاكم هذا بغل تاع قايد اللي يحكم فينا، بغل واحد بغل يحكم فينا، والله تحيه والله تحيه. الو نعم، كمل. واش نقول لك هنايا؟ صدر ما يفا باسي لي زيليكسيون دو 12 ديسمبر، ما يفون لي باسي دو لا كلانديستينيتي، لا ريفوليسيون ما تحبش. وي ني با بغل، نقول ماشي بغل، الشعب برا وهو ما يحبش يفهم. هو عنده راس تاع الكاسكيطه، ما عندوش راس خشين. فوالا، هذا الشعب. شو الشعب في لا كابيتال دون تو لي كون دو بيي،
ils sont en train de manifester 12 jours, 3 jours par semaine. Et هو ما يحبش يفهم. ما يحبش يفهم. واش نقول لك صدر le jour qu'on va avoir notre indépendance, parce qu'on n'est pas indépendant, le jour que la première chose, normalement le peuple ou bien la transition à faire, à rentrer tous les militaires dans les casernes, y compris la gendarmerie. Pourquoi tu chauffes un sikbak ou réunis le bled où il existait la gendarmerie, à part France, les pays qui sont colonisés par la France. Où est le word bled? Mais qu'est-ce? La police ou la police municipale? Pour Tunis, qu'est-ce la police nationale, la police municipale? Ils sont en train d'être commandés par le ministre de l'Intérieur. شكرا يا عمار. عمار شكرا، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيك أخي عمار، شكرا لك. نور الدين من الجزائر. نور الدين، نور الدين تسمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. مقارنة بين السكة الصحيحة لتونس والسكة المنحرفة الجزائر. سبب نجاح رئيس قيس هذا هو أنه مترشح تكنوقراط كفء وحر بعيد من أحزاب الكلاسيكية الإسلامية والعلمانية والديمقراطية، والذين خانوا تونس وخانوا جمهورهم ولم يوفوا بتعهداتهم نحو مجتمعهم. أما نحن في الجزائر، عندنا في الجزائر كلهم رؤساء رداء مرتشين فاسدين قتلة. كذلك موت السبسي الذي هو نزار تونس أو توفيق تونس هو سبب في هذا النجاح. ونحن في الجزائر ما دام قايد حي ولم يمت أو لم يقتل ما نجحوش. كذلك حل حزب الأرندي في تونس الذي هو حزب النعلي هو سبب هذا النجاح. أما أحزاب توفيق الجزائر ما زالها شغالة. حل فرق من الشرطة الأمن الوقائي والبوليس السياسي في تونس سبب النجاح ونجاح طوال. أما في الجزائر شبعتنا شرطة الأمن الهروات. عمي عمار قائد الجيش الذي رافق الثورة التونسية ماشي كما عمي صالح اللي قمعنا الشباب الحراك ورافقهم بالقمع. كذلك قضاء تونس تخلص من قضاة بن علي. أما نحن قضاء طيب لوح ما زالوا شغالين. في تونس كان ضابط وزارة الداخلية اسمه عمر 404 كان يقطع الانترنت. حنا عندنا جنرال لشخم عبد القادر اللي يقطع الانترنت واللي يقطع الساتليت هو سبب وراء غلق قناة امل تي في في عرب صاد وبدر صاد، وسبب تشويش على المغربية. اسمح لي فيسبوك تاعكم ويوتيوب تاعكم غير شوفوا كش مواقع واحد اخرين باسكو ماشي شدوا مليح. وبالنسبه لي خبر تاع اللي جابوا طليبه، نقول لكم ان طليبه كي جاك هذا دليل بان اذا جابوا طليبه من بريطانيا معناتها يقدروا يجيبوا نزار وشنتوف. او مستحيل يجيبوا نزار وشنتوف لان من جلهم امام نزار وشنتوف في الفاره. كما تعلمون ان الغرب يعتبر ان نزار وشنتوف وجنرال الدماء كلهم علب سوداء محال يضحي بهم الغرب. وأخي يقول لكم بروك عليكم في تونس وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك يا أخ نور الدين، بارك الله فيك على التواصل معنا. الشكر كذلك موصول لكل من تواصل معنا هذه الليلة. موعدنا إن شاء الله سيكون غدا، وإن شاء الله غدا سنكون على الساتلايت مرة أخرى، نأمل ذلك. نترككم في رعاية الله وتصبحون على ألف خير. Thank you.